تداول الناس على وسائل التواصل في العراق صورة لعقد زواج صادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة بغداد، وعليه مهر خيالي. نحن في ترندنج راودنا الشك في أمر العقد والمبلغ الموجود فيه، فتقصينا عن معرفة بعض المعلومات أكثر من محامين عراقيين. أكدوا لنا هؤلاء المحامين أنه مزور، لا نعلم الدافع وراء التزوير ومن قام به، لكن إليكم ما وصلنا إليه. يحدد العقد المزور مقدم العروس أو المهر أو معجل المهر بثلاثة مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل 2.5 مليون دولار بسعر صرف العملة اليوم. لكن الحقيقة هي أن المبلغ هو 3 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 2500 دولار. أما مؤخر المهر أو الغايب كما يسميه العراقيون فهو 5 مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل 4.5 مليون دولار. هذا في العقد المشكوك فيه، لكن في العقد الأصلي مبلغ المهر هو 5 ملايين دينار، أي ما يعادل 4150 دولارا فقط. يوجد شرط آخر في العقد، وهو تعهد الزوج بتربية ورعاية طفلي الزوجة كونها مطلقة. هذا الشرط موجود في العقد الأصلي أيضا. لكن مشاهدينا، في آذار الماضي انتشرت هذه الصورة لعقد آخر واعتبر أغلى مهر في العراق، كانت سعادة الحظ اسمها رنا. طبعا لا نعلم إن كان صحيحا أو مفبركا، لكن الناس تداولوا، كذلك الإعلام المحلي، حيث كان مقدم المهر حينها 1 مليار دينار ومؤخره 1 مليار دينار أيضا، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار. وعادة ما يختلف مهر العروس أو الصداق عند المسلمين من بلد إلى آخر، قد يكون عبارة عن مبلغ مالي أو ممتلكات مادية كالعقارات والذهب أو جميع ما ذكرناه.